تفاصيل إنهاء حياة سعود ذيب المرشدي بعد رفض الواسطات لعتقه، آخر لحظاته محزنة. يقول يا بعد عزيل حال الله بالسود اليوم امتحنها لك شرطية خاطر. تصدر خلال الساعات الماضية هاشتاج عتق رقبة سعود ذيب المرشدي عبر منصة إكس، إذ طالب الجمهور السعودي بعتق رقبة الشاب السعودي. وانتشر الهاشتاج على نطاق واسع بين السعوديين، وتحديداً قبل ساعات قليلة من تنفيذ الحكم بحق الشاب السعودي سعود ذيب المرشدي والذي يصادف اليوم. ولكن كل المساعي والجهود التي حرصت على تليين قلب أصحاب الحق وأهل المتوفي باءت بالفشل، إذ لم يتنازلوا عن حقهم في الحكم الصادر بحق سعود المرشدي، وتم تنفيذ القصاص بحقه اليوم صباحاً. وتفاعل الناشطون السعوديون مع هاشتاج عتق رقبة سعود ذيب المرشدي، مؤكدين تنفيذ حكم القصاص بحقه اليوم، وداعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة. اكتب نجاة سعود يا النافع الضار يومه من التوبة على ذنبه ندم، ويا لاد عاصي يا شغاميم الأحرار يا عز روق العرف يقنع من حدم، اعتق محمد يوم ذعنا الأخبار قدر لكم يوم الروابي ما ندم، وانتم وحنا واحدا ضد الأشرار يا عزوة تردم من الطالة ردم. سلامتكم عبد العزيز الهميس. وجاء في التعليقات: إن لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله سعود ذيب المرشدي الذي يجعل ما صابه تكفيرا له ورفعة، اللهم اغفر له وارحمه والهم ذويه الصبر والسلوان. وفي تعليق آخر: الله يرحمك ويغفر لك ويعود شبابك بالجنة ويجعل ما أصابك تكفيرا وتطهيرا لذنبك، وربط الله على قلب والدك ووالدتك وأهلك وعائلتك، تم تنفيذ القصاص في الشاب سعود ذيب المرشدي، إن لله وإنا إليه راجعون. المشاكل من على عصر النبوة، والعيال عيالكم والأمر حازم، والعفو من عند ربي والمروة. هذا وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقر تنفيذ الحكم واجتماع الوجهاء والمسؤولين. كما وكان قد تصدر مقطع فيديو موجه إلى متعب الكبير العازمي طالبين منه أن يسخر قلبه للعفو عن الشاب سعود المرشدي قبل ساعات قليلة من تنفيذ الحكم. تكفى يا متعب يا مدخير عاصي، حنا بوجهك يا زبون الصعيبة، تنخاك كل الناس داني وقاصي، والله كريم ورحمة الله قريبة، عساه ينزلها نهار القصاصي عليك ويحل البلا والمصيبة، ويجزاك رب الكون يوم الخلاصي مع من عفا واصلح جنان الرحيمة. وتصدر العديد من التعليقات المطالبة بالعفو للشاب السعودي، ومن بين التعليقات التي كتبت: اللهم لين قلب ولي الدم وفرج الكرب والهم ووفقه للعفو وزده به عزا يا لطيف يا رحمن. وفي تعليق آخر: اللهم أعتق رقبته وفرج همه واجعل له من كل ضيق مخرجا آمين. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.